يا جماعة الحقونا، عمال بيكلم في القنوات بيهددهم ان هم يمسحوا الفيديو بتاعي اللي انا منزلاه، بيقولهم لو ما مسحتوش انا هعمل وهسوي فيكو، وهعمل محضر ومش هعمل محضر. في ايه؟ انا بابايا في غيبوبة من امبارح الساعة 8 الصبح في غيبوبة، مش عارفين يفوقوه، مش راضي، مش عارفين يفوقوه، بيحاولوا معاه مش عارفين يفوقوه. والله العظيم احنا ما عايزين اي حاجه غير حقنا بالقانون، ومحدش فينا قال اي حاجه تانية. احنا كل اللي بنقوله ان احنا عايزين حقنا بالقانون، اي كلام تاني احنا ما قلناهوش، اي كلام تاني ملوش اي اساس من الصحه. احنا كل اللي قلناه، واحنا فعلا كل اللي احنا عايزينه، عايزين حقنا بالقانون وبس، مش عايزين اي حاجة تانية. واللي حصل في الفيديو بتاع الخناقة، الخناقة هو الفيديو اتبعت لي، تمام، وهو واضح ان عكس الكلام اللي اتقال. ماشي، هو اللي واضح في الفيديو اللي انا قلته، اوكي، اللي هو الراجل جي نادى بابا، جي لصاحب المحل قال له من فضلك نديلي الراجل ده، وراح شاور له عليه. فالراجل صاحب المحل جه يكلم بابا، قال له في حد عايزك بره. بابا طلع على اساس ان هو حد من الباركينج لان هو مش عارف، طلع بيقول له نعم ايوه. فراح قال له انت ولادك شتموا ابني ولا انت شتمت ابني؟ فبابا قال له انا لا، مفيش الكلام ده، ده هو اللي معور علي ابني، واهو علي ابني. وراح مشاور له على علي، اوكي، وراح الراجل راح مشاور على ابنه. ماشي، يعني كانت المشكلة على علي وعلى ابنه مش على حد تاني، اوكي، عشان في كلام تاني تقال انا معرفش ده اتجاب منين بصراحة، ملوش اي اساس من الصحة. فكانت المشكلة على علي وعلى ابنه بدليل ان محدش شاور على اي حد تاني. والراجل فضل يخبط لبابا، وبابا نزل ايده كذا مرة، والراجل راح زائق بابا، وبعد ما زقه راح بابا قاله ابعد عني عشان ما زعلكش مني، تمام، وراح الراجل برضو راح ضربه.